قارة في برنامجنا المايسترو معز بن سعيد ومطربة البرنامج أنا سميتها الليلة ريتال الهاني. ومعنا الليلة في الأستوديو معنا ضيف وجانا الأسبوع الفارط ولقي حضوره يا تفاعل جميل ورائع ورائق جدا جدا في القيروان تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله لي في والتعليقات المزيانه مزيانه كيف هو تبارك الله عليه وكي صوته وكيف الحنجره المزيانه. معنا منصف عظوم ومعنا ايضا الليله لاول مره في رواق الحياة معنا على آلة الإيقاع سي خميس الصيد والمايسترو اللي ما نجموش ما معنا عملوا حلقة من غير حضوره هو المايسترو معز بن سعيد. أهلا وسهلا منصف عظوم نورتنا. ينورك عايشك ربي يفضلك. تعدى جو كبير جمعة الفيت جمعة اللي فاتت تعدت حلوة برشا لما حلوة لقيت تفاعلات مزيانة حتى وين نمشي يقولوا لي محلاه الباساج محلاه اللمه. وانت تبارك الله عليك عايشك ربي ما شاء الله عايشك معز معز بن سعيد معز بن سعيد تبارك الله عليك وليت تجنقل برشا توا والجمهور والمستمعين والمستمعات ولاو يقولوا سهره 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 ولات سهره سهره قرويه حلوه خاصه التلفزه معناها سهلة سهلة تولي تولي معناها حاجة تبعوها للمباشر لا خاصة الناس مثل معناها تحل التلفزة صحيح معناها الناس هربت من التلفزة إلى حد كبير برشة. يعني صحيح صحيح والإذاعات إن شاء الله الانطلاقة من هنا إن شاء الله الانطلاقة حلوة برشا. معنا سي خميس الصيد على الإيقاع نورتنا سي خميس ربي ينورك ربي يفضلك مرحبا بك بارك الله فيك يعيشك حضورك المزيان الباهي ما يسالش علي صوتك شويه برك خاطر الايقاع بينك وبين المصدح بعداش تو نسمو ايقاع جميل برشا ريتال سميناك مطربه البرنامج عايشك مطربه البرنامج ما نطرش معنا هنا قاره اي ساعه ان شاء الله قول لي عايشك سي عبد المجيد على الدعوه هذي ومش كان هذي برك خاطر ديما انت من غير دعوه كارت هذا وقار بنت الاذاعه بنت الاذاعه نعم وان شاء الله تتعدى سهريه حلوه اكيد 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 باش نمشي مع خويا منصف عظوم سي منصف عندك تسجيلات حلوه تبعنا احنا شان يوتيوب نتاعك مالوغوزمون ما نمشيش نعدوها على الباجا نعدوها على فام ماذا بينا الاغنيه اللي باش تقترحها توا تقدمها للمستمعين وبعد نسمعوها مع الفريق التقني ان شاء الله على فام في انتظار نتحصلوا على تسجيلات اخرى عن حق البث فيها بحول الله هذه اغنيه اخر مشاركه في مهرجان الاغنيه انا عندي 5 مشاركات هذه اخر مشاركه الغنية تقول بعيد عليا حاسك بعيد عليا بارد لقاك اليوم والفكر سارح تعتب علي وتلوم وكلامك جارح وينها نظراتك وينها همساتك وينها لمساتك على شعري وإيديا غريب عليا غريب عليا كلمات طرق طع العربية تحية تحية الحان وتوزيع أخويا وعشيري وصديقي مراد الشريف مراد الشريف مراد مراد إن شاء الله يكونوا معنا المرة الجاية هذه رفقة فرقة مهرجان الأغنية فرقة مهرجان الأغنية في تونس إي بارك الله ما شاء الله إي عملناها وقتها باساج مزيان إن شاء الله ينال رضا المستمعين أكيد ما في حد شك يلا بينا نمشيو مع الأغنية هذه منصف عظوم إذن تفضل
غريب علي منصف عظوم. ونرجعوا للاستوديو من جديد مع ضيفنا ضيف الحلقة المطرب منصف عظوم والعازفين معز بن سعيد على آلة العود وخميس الصيد على آلة الإيقاع، وبطبيعة ديما معنا ريتات الهاني. منصف غريب علي صداها في بعد ما تعدت في مهرجان الأغنية هكا ولا؟ محبة كبيرة، محبة كبيرة والله، محبة كبيرة يطلبها منك الجمهور كيف؟ لا بحكم اني دسمة شوية، ما هيش مكتعرف الريتم. اي مش نتاع ريتم اخر. اما بنينة برشا. ثم بحضور ديما يقابلوني في الفرحات وفي العروسات يقولوا لي هاك الغنية العزيزة وقتش بتصورها كلها. أي. بالحق تلمو الكلمات بالحق مؤثرة، مسوا برشا عباد. صحيح كهو معناها ماك تعرف. موفق ان شاء الله ديما. اي اش بقى راح تواجه اللي لاش باش تزيدنا سيدي برشا حكايات، برشا حكايات. ديما نحب المثل يقول اذا طال ليلك فرست. فرست في مقام الرست. نحب نغني حويجه الورده. ما عندكش فكره؟ اي ما عندكش فكره. هي لبرش عندك شي فكرة هواك أدي بيدي حياتي حياتي أنا أدي ما عندك شي فكرة أنا ازاي في حبك بضحي كتير كتير بضحي كتير وبنسى عشانك قلوب ناس تدوب ومنك تغير قلوب ناس تدوب ومنك تغير بحبك لوحدك بحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هوايا من الدنيا دي كأنك هوايا ونورها وزهورها ونورها ما هنت هوايا وأول منايا وآخر غنايا يلي ما عندكش فكرة ما هنت هوايا وأول منايا ما هنت هوايا هوايا اقول بس ايه ما عندكش فكره ما عندكش فكره ليلي يا لياني عيني يا لياني طب ليلي يا لياني عيني يا لياني بعد الغربة الطويلة ارتاح يا قلبي ليلة بعد الغربة الطويلة يا عين ارتاح يا قلبي ليلة وانسى في سهرة جميلة يا عين احزن كل الليالي يا عيني وافرح ده العمر غالي غالي. تصفيقة كبيرة أحمد المخلوفي الليلة كالعادة يرافقنا الفريق التقني المتميز كثنائي من ذهب
محمد سيف الدين بالعريس احمد المخلوفي، وتامن لنا المكالمات الهاتفيه انس الهمامي، وكالعاده تسمعونا على 98.9 في تونس الكبرى على راديو بلاتين اف ام. تحيه لكل الفريق العامل في راديو بلاتين اف ام، والتحيه طبعا لكل المستمعين الاجلاء الافاضل. هذا هو جونا مع المطرب منصف عظوم ومع العازفين معز بن سعيد وخميس الصيد. ما نعرفش ريتيل الهاني بتقترح علينا حاجه في الفقره الاولى هذه؟ يلا جاوبوا بوردة، نجاوبوها بوردة يا سيدي. ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان احاسيس كتير. شعور ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان احاسيس كتير. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس انك عينيا يا عينيا وامالي. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير بحس انك عينيا يا عينيا وامالي. مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. شعوري ناحيتك وردة ريتال هاني، يعطيك الصحة، جاوبت أحسن إجابة بوردة، برافو عليك. مستمعينا الكرام، هذه هي أجواءنا، أجواءنا أجواء الطرب، أجواء السهر، أجواء الأوتار والأنامل والحناجر الصادحة بالجمال. مازالوا مستمعينا الكرام عنا مفاجآت، مفاجآت كبيرة، بقاو معنا بعد هذا الفصل باش نرجعوا في مفاجأة أخرى لأول مرة في رواق الحياة. حبيت نجدد التحية للفريق التقني اللي أملكم السهرة هذه، محمد سيف الدين بولعراس وأحمد المخلوفي، وعلى المكالمات الهاتفية بالنسبة للستاندار أنس العمامي. ونحبيت نحيي أيضا في الفريق التقني براديو بلاتينا فام محمد عزيز مصباح ومعتز كامل، وتسمعونا في تونس الكبرى على 98.9. الفاصل الغنائي باش يكون لاحقا، أما توا باش نعطوكم فاصل شعري، فاصل شعري لشعر قيرواني كبير الشاعر محمد الغزي. محمد الغزي شعرا ثم نعود. أكسجين الشعر، أكسجين الشعر. مدينة تتألف من 35,000 شخص، جاءت كلها تحضر أمسية شعرية في مسرح لا يتسع لأكثر من 300 شخص. انتهى الهواء الأكسجين بالنسبة إلي أنا واقف، لم أجد أكسجين، بس لقيت أكسجين الشعر، لقيت أكسجين الحب. أعطوني الناس من الحب ما أنا عاجز عن تصوير الحقيقة. أنا يعني القيروان خبلتني، يعني طلعت يعني بنصف عقل من الغيب، لأنه لم أتصور أنني في حياتي أستطيع أن أقطف مجد مثل هذا المجد. أكسجين الشعر، أكسجين الشعر مع الشاعر محمد الغزي.
مثل الخيول، هي البيوت إذا مضى أصحابها حنت إلى الأصحاب. مثل الخيول هي البيوت إذا مضى أصحابها حنت إلى الأصحاب، وتظل تشكو بعد كل ترحل، وتظل تشقى بعد كل غياب. وإذا البيوت فقدنا ماء حنينها أصبحنا محض حجارة وتراب. يا بيتنا هذه السنون تعاقبت، وأنا المسافر ما أرحت ركابي. ما زالت الأرض التي ودعتها تغفو كمصباح على أهدابي. ما زالت الأرض التي ودعتها تغفو كمصباح على أهدابي، بحقائبي خبأت عطر حقولها وحملت طيب كرومها بثيابي. وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح عرائش الأعناب، وحملت ترتيل الكتاب بحينا وتواثب الأطفال للكتاب، ومنمنمات السقف في حجراتنا وزخارف الآيات في الأبواب. وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب، وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الله في المحراب، وحملت أطياب الثمار بأرضنا، رمان أيلول ومشمش آب. وحسبتني غادرتها فوجدتني خبأت تونس كلها بثيابي. إني كبرت مع الحمام ببيتنا، ومع الندى والفل والأعشاب، ومع الخطاف ليستريح إذا أتى في كف أمي بعد طول غيابي. أيام جدران البيوت جميعها سبورتي ودفاتري وكتابي، قد كنت أكتب ثم أرجع ماحيا ما خط في الجدران والأبواب. أيام يمضي الطير عن أعتابنا ويؤوب بعد الفصل للأعتاب. لم تنس هاتيك الطيور جميعها عنواننا من بعد طول غيابي. أيام أختي قد مضت عن بيتنا من غير أن ترتد بعد ذهابي. شهابي تلامعت في ليلنا وفجاءة كانت خبت كشهابي. هذه قناني عطرها لما تزل فوق الرفوف تضوع بالأطياب، ووشاحها ما زال فوق سريرها، وشريطها ما زال في الدولاب. ما زلت أبصر في المنازل صوتها، وأرى جدائل شعرها المنساب. وبكل ركن فيه بعض طفولتي، وبكل ركن فيه بعض شبابي. وأشم فوق وسادها خصلاتها وعطور كفيها على الأكواب. أمشاطها من أصدقاء طفولتي، وسوارها الفضي من أترابي. ما زلت أمضي للمنازل سائلا عنها سؤال الواثق المرتاب. أيام أحببت الرباب ولم أبح في حينا يوما بحب ربابي. أن لنا أن نستهين بعهدنا، إن الهوى ضرب من الآداب. أيام أحببت الرباب ولم أبح في حينا يوما بحب ربابي. أن لنا أن نستهين بعهدنا، إن الهوى ضرب من الآداب. أغربت في عشقي ومثل قصيدة عشقي أنا ضرب من الإغراب. العشق أن أجري الكلام مكنيا، فإذا نطقت فمن وراء حجابي. فارفع ستائر ما كتبت ملوحا، تقرأ خطابا خلف كل خطابي. أكبادنا للشوق قد خلقت، فما فتئت تكابد فرقة الأحباب. إني لأخجل أن أبوح بغدرهم فأخبئ الطعنات
تحت ثيابي. يا أيها الزمن، يا أيها الزمن الذي امضي، أعد لي لمجتي وحقيبتي وجرابي وطيور حنجرتي وغيمة راحتي وزهور مائدتي وماء سحابي. من يوم أن أيفعت غابت صحبتي، ما أوحش الدنيا بغير صحابي. ونسيت ألعابي بباحة بيتنا، وبقيت محزونا بلا ألعابي. يا أيها الزمن الذي يمضي، أعد طيشي الجميلة وخذ جميع صوابي. من يوم أن أيفعت غابت صحبتي، ما أوحش الدنيا بغير صحابي. ونسيت ألعابي بباحة بيتنا، وبقيت محزونا بلا ألعابي. يا أيها الزمن الذي يمضي، أعد طيشي الجميلة وخذ جميع صوابي. تهفو البيوت كما الخيول لأهلها، وتحن مثل الخيل للأصحاب، ويشوقها كالخيل كل ترحل، ويهزها كالخيل كل إياب. إن البيوت وإن مضى أحبابها، لم تنس يوما خلة الأحباب. للدور أرواح رجفن بين حجارها، وخفقنا في الجدران والأبواب. وإذا فقدنا حنينها وحنوها، أصبحنا محض حجارة وتراب.